لما جرى تم صلح الحديبيه بين المسلمين وبين الكفار، كان من ضمن البنود الجائره التي في هذا الصلح انهم اشترطوا على النبي صلى الله عليه وسلم شرطا عجيبا. قالوا له ايه؟ طبعا اخواني الكرام، مش هنسى ان انا اذكركم انكم تعملوا اعجاب بالفيديو، لان ده بيساعد على نشر هذا الفيديو، وكمان تعملوا اشتراك في القناه اذا ما كنتوش مشتركين في القناه، لان ده بيكون في دعم لقناتنا، وشكرا لكم. قالوا له لو في حد من اصحابك ارتد عن الإسلام وأراد إن هو يرجع إلينا خلاص هو حر يرجع إلينا، ولكن لو في حد من قريش من أهل مكة أسلم تمام وهاجر من مكة للمدينة أنت ما ينفعش تقبله، ترجعه لنا تاني. نعم. طب ده أسلم خلاص؟ نعم. قال لك هو كده، ده الشرط بقى، هو ده الشرط، لازم تقبل هذا الشرط الجائر المجحف، إن لو هم واحد مسلم أسلم نعم وهاجر من مكة للمدينة النبي يرجعه تاني عليه الصلاة والسلام. طب لو احنا واحد من الصحابة ارتد وهذا لم يحصل، ارتد ورجع مكة تاني، قال لك خلاص لما رجع مكة هو حر. شوف الحرية، يعني ميزان الحرية مكسور من زمان جدا. نعم. يعني ميزان الحرية ومفهوم الحرية معوج من قديم الزمن. نعم. كما الآن يقولون من الحرية ان احنا نسيء للنبي، بس مش من الحرية ان احنا نسيء للمحرقة ولا مش عارف ايه، دي مش حرية. لما تقولها لما تشكك في المحرقة او في الهولوكوست يبقى دي كده مش حرية ولازم تسجن. نعم. انما لما تسيء للنبي دي كده حرية. ايه الميزان ده؟ ما هذا الميزان؟ ما هذا الميزان المعوج؟ برضو منشوف من ساعتها من زمان وهم نفس الميزان، ميزان الحرية المكسور، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فكان رجل من الصحابة رضي الله عنهم اسمه أبو بصير أسلم، هو كان مسلم يعني، وكانوا رابطينه مش عارف يهاجر، فلما تحين فرصة إن هو يعرف يهرب من مكة هرب وراح المدينة، وفضل بقى شوف من مكة إلى المدينة 500 كيلو يسيرها حتى أتى المدينة المنورة ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم. طب نعمل إيه بقى دلوقتي؟ هو في عهد بيننا وبين الناس دول. فلما علم المشركون أنه فر أرسلوا خلفه رجل منهم ليأتي به، فأتوا مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يرد إليهما أبا بصير، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن وفى بالعهد. قال لهم خلاص حقكم، العهد اللي بيننا وبينكم يقول كده خدوا. طيب مشى معهم أبو بصير طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، مع إنه هو عارف هيروح مكة هيتبهدل آخر بهدلة وهيتعذب وهتبقى يعني أيامه صعبة جدا، ولكنه خرج معهما طاعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. فلما بلغ ذا الحليفة نزلوا يأكلون من تمر لهم، كان عنشوا التمر قاعدين بيأكلوا، فقال أبو بصير لأحد الرجلين والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيدا، فاستله الآخر، يعني قال له نشاء أنت إيه السيف الحلو اللي معك، سيف جميل جدا، أنت السيف ده جبته منين؟ جبته من مزاد ولا عملت؟ فالتاني صاحبه راح واخد السيف قال له اه بص سيف حلو ازاي، فقال اجل والله انه لجيد لقد جربت به ثم جربت، ده انا سيف ده مجربه وقاتلت به كذا معركة. فقال ابو بصير ارني انظر اليه، طب وريني كده شكله عامل ازاي، فامكنه منه ادهوله، قال فضربه به حتى برد، اخد السيف وراح مديله قتله. التاني شاف كده ابو بصير بقى معاه سيف خلاص وقتل صاحبه قدامه، الراجل شاف كده اترعب خد بعضه وجري، وفر الآخر حتى أتى المدينة، فدخل المسجد يعدو، النبي عليه الصلاة والسلام مع الصحابة قاعدين في المسجد لقى الراجل جاي يعني طاير من على الأرض من كتر الفزع والرعب اللي هو فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه لقد رأى هذا ذعرا، الراجل ده شاف حاجة رعبته، فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال قتل والله صاحبي، الراجل اللي كان معايا اتقتل وإني لمقتول وأبو بصير مش هيسيبني هيقتلني أنا كمان، فجاء أبو بصير فقال يا نبي الله قد والله أوفى الله ذمتك، أنت وفيت بالعهد، قولك وردتني معاهم، خرجنا من المدينة انت خلاص مفيش عليك بقى حاجة، قال قد ردتني إليهم ثم أنجاني الله منهم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويل أمه مسعر حرب هو لو كان له رجال أو لو كان له أحد، فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده، لما أبو بصير سمع النبي هو بيقول كده بيقول إيه ويل أمه مسعر حرب، وفي بعض العلماء ضبطها مسعر حرب هو يعني موقد نيران الحرب، هو ويل أمه مسعر حرب هو لو كان له أحد، يعني لو كان له أحد
يذهب إليه غيري. هذا المهم دل على إيه؟ دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم وفى لهؤلاء المشركين بالعهد الذي كان بينه وبينهم ولم يغدر عليه الصلاة والسلام. وأرجو أن تكون الرسالة يعني وصلت واضحة لمن يشاهدنا من المسلمين.